المحل ديال خويا عز الدين ماكياج، جينا اليوم باش نصوروا الجديد. اختي منى سي عز الدين بخير الامور هانيه. الله يكبر بك الله يحفظك. المهم اليوم راه كاين ثاني شي برودويات جداد، شي لعيبات جداد، ما كاينينش هادشي واحد ما عمرهم شافوه من شي واحد. تبارك الله عليك. شي حوايجات اللي فيهم برومو مهم، وشي حوايج اللي حاولنا نديروا واحد السيستم جديد ديال الكارانتي. تاخذ برودوي غتبقى غيبقى لها لمده سنه كارانتي في الدار ديالك. تبارك الله ما شاء الله. لمده سنه اي برودوي تاخذه عندنا غيبقى لها لمده سنه. مهم غتشوفوا بزاف الحوايجات. تبارك الله عليك. اول حاجه سيمونا حنا ما كنديروش الجمله، ما كنبيعوش الجمله، كنبيعو غير التقطيط. ثاني حاجه المحل راه كاين في عبد المؤمن قصر الزموري، والمحل الاخر كاين في ابراهيم الروداني في اقامه ناديه. التوصيل راه كاين في المغرب كله فين ما كنتي، غتوصلك حتى لباب الدار عاد غتخلصيها. في كازا شحال؟ في كازا ب 20 درهم، خارج كازا ب 30 درهم، فين ما كنتي غتوصلك ب 30 درهم. تبارك الله عليك. 30 درهم كتخلصيها على الكوليه كامله، اي حاجه خديتي واخا خديت كرطونه انا غنخلص على 30 درهم. غتخلصي على 30 درهم كتوصلك حتى لباب الدار عاد كتخلصها فين ما كنتي. الطريقه ديال 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 لا ليفريزو غتحاولوا تصيفطوا برودويات اللي بغيتوا، ولكن من الاحسن انكم تصيفطوهم في وسط النهار ماشي في الليل، لان البنات اللي عندنا حنا خدامين في 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 لا ليفريزو كيخدموا بالنهار من 9 الصباح حتى ل 8 الليل. اما في الليل راك عارفه كيمشيو يرتاحوا مساكن في ديورهم. هذا الشيء اللي كاين. تبارك الله عليك. يعني واضح، يعني الواتساب كيبقى ما خدامش في الليل. يعني الا مثلا صيفطت انا مع 8 ولا صيفطت مع 9 وما جاوباتنيش فوالا، الصباح غادي غتخدم معاك غتجاوبك ان شاء الله. تبارك الله. اليوم قلت لك اختي منى راه حنا درنا لهم برومو زوينه، وبالنسبه اللي كنبغوا نقول لهم سمحوا لنا بزاف الناس، انا كنهضر على الناس اللي كيجيو عندنا المحل وراه كيشوفوا اشنو كاين، كيشوفوا المحل كي كيكون مكتظ وكيكون هادشي اللي كاين صح بزاف. وداك الشيء راه انا وقسم بالله انا ما حاملتش راسي ملي كيعمر على الديال. شوف الله يعطيك شي مول، انا ان شاء الله عما قريب حنا خدامين على واحد البروجي ان شاء الله. انا قلت لك الله يعطيك شي مول. مول مول حسن عرفتك ما سمعتينيش، حيت مول هو اللي غادي يفاريها لك. ولا يفاريها بالله. خدامين ان شاء الله اختي منى على واحد البروجي عما قريب ان شاء الله باذن الله. الله يسر لك الامور يا ربي. الواقع ان شاء الله غندير واحد المكازا اللي تكون كبيره ان شاء الله، وفي نفس الوقت اللي ما تكونش بعيده على الناس ديال عبد المؤمن، لا الناس اللي فوالا اللي ما تبعدش عليهم الناس اللي ولفوا. ما غنبعدوش، غنحاولوا نديروا لهم مكازا كبيره ان شاء الله اللي غيستافدوا منها الناس ويبقاو يجوا الناس كاملين. تبارك الله عليك. وقسما بالله انا وكنخرج من المحل نهار السبت والله العظيم، راه الناس اللي كيجيو راه كيشوفوا كل شيء، اللي داخلين عندي الانستغرام داك الشيء راه كنسكرين داك الشيء بكاميرا وكيشوفوا كل شيء. تبارك الله عليك. ولكن الحمد لله هذوك يعني تبارك الله ما جاو عندك تعرفوك انك ثقه، ولي برودوي اللي كتجيب لهم حتى ماشي حاجه مزيانه. الاثمنه اللي كنديروا لهم اثمنه خياليه، الاثمنه حنا ما كنبغوش نضروا هذا ولا هذا، حنا البرودويات ديالنا الاثمنه ديالنا حنا، الناس كيف ما عرفونا في 2017 راه غيعرفونا في 2024. شرفنا شرفنا هنايا سي. راه بدينا معاهم من 2017 حنا معاهم. تبارك الله عليك. غيعرفونا في 2024. تبارك الله عليك، الله يسر لك الامور. واحد 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 النقطه بالنسبه للديزار، كنت معول باش ندير لي باش ندير لي 10 دراهم هاد السيمانه، ولكن لظروف ما غنديرش لي 10 دراهم هاد السيمانه. ولكن واش باقي غدير؟ السيمانه الجايه غنديرها ان شاء الله تعالى. الجايه غنديرها غير باش نوضح ثاني. انا راه ما كنتش بغيت تقول حتى دير صراحه. باش نوضح واحد النقطه، راه انا قلتها لكم غنديروا 10 دراهم، وتفاجات بان كاينين. لو كنت خصك تعرف واحد الحاجه، هاد السيمانه ما كناش غنصور اخويا عزيز. ما كناش غنصور هادشي على غفله. ما كناش غنصور. ايماجين ان حتى لاخر لحظه هذا قال لي رجعت واحد السلعه بغيتك اختي منى حيت غدوز بثمن مناسب، ما كرهتكش دوزي وتصوريها. والله ما كناش غنصور هاد الاسبوع. وحنا تعطلنا عليهم ديجا السيده شنو كيتقلقوا ملي ما كنصوروش عندك اختي عزيز. ودابا قلت لك راه هذا 10 دراهم دارت لي مشكل. هادشي اللي كاين. ديزار غندير 10 دراهم. تصوري كاين اللي كتجي كتعطيك 50 درهم تقول لك هاك خلي لي 5 نهار ديال اختي، كنقول لها شوفي انا راه 10 درهم غنديرها، ما غنديرهاش لواحد 100 ديال الناس ولا 200 ديال الناس صافي. غن 10 درهم راه نهار غندير ديزار ب 10 درهم غنديرو، راه يعني غنعطي برودوي لكل كليان هادشي باش كلشي يستافد. برودوي فهمتي علاش بغينا وباغيين حنا كلشي يستافد، ماشي اللي جات غنبيع ليها. ولا كي غندير بحال هكاك كنقول لهم نيت انا غندير ديزار ب 10 درهم وراني غنبيعو جمله. هادشي اللي كاين فهمتي، ويجي شي واحد نبيعو ليه كامل ونمشي. حيت كاين دابا السيدات انا عارف دابا كتخافي تقاده كتبغي يكون عندها ستوك، ماشي كاع واخا ماشي على قبل الجمله. هاد الفكره اختي منى ما هبطناها الا ومفكرين لا الا الناس كلهم غيستافدوا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يكون الخير. غير نعاود نذكر راه ما كناش غادي نصوروا هذا الاسبوع، يعني بحال يعني بحال نيت راه حتى الاسبوع الجاي عاد كانت غتكون الفكره ياك. يعني راه ماشي خلفتي بالوعد ولا شي حاجه، ما كانش اصلا بروغرامي هذا الاسبوع، ولكن فيها خير فيها خير. تبارك الله عليك. باش غادي نبداو بالنسبه لهذاك الشيء تشيب ثاني، انا مع حدنا كنهضر شنو هو ذاك الشيء تشيب؟ حدنا كنهضروا على الشيب. نجيو جبنا لهم واحد برودوي جديد ديال الشيب. تبارك الله. هي الصابونه ديال الشيب اللي كان كلشي كيسول عليها، ماشي شامبو، صابونه بلاك سوب. تبارك الله عليك. صابونه ديال الشيب هادي هانتوما غنوريكم رجال. لا تدير ليهم بحال هكا الناس يبغوا يديروا كابتشور ديالهم. كيخدموها رجال كيخدموها نساء وسهله وطريقتها زوينه. يعني الناس اللي ما كيبغوش يصبغوا بزاف كيبغوا يصبغوا ما فيهاش مواد كيماويه طبيعيه 100%. ها هي فين؟ ها هي كيف ما كتجي الصابونه. صابونه شتيها كتشديها كيتروى الشعر
شويه. قول لي الطريقه. اها ترغوى الشعر شويه بالماء يرطب شويه. اها تشد الصابونه بايدك ما دير لا ليكات لا والو. هذه ماشي بحال ديزار. ترغوى الشعر. ماشي بحال ديزار. كترغوى الشعر مزيان لا راجل لا مراه. كتخلى لمده واحد 15 دقيقه هو مرغوي. تكبي له الماء تغسله كيرجع الشعر كحل. تبارك الله عليك. يعني في العوض ما غديري الصباغه. في العوض ما ديري الصباغه. تبارك الله عليك. يعني كديرها غير في الوقيته اللي كيكون فيك الشيب. في الوقيته اللي كيكون فيك الشيب. هذه راه ولكن واش الالوان؟ لا جافا غير نوار. لا جافا غير نوار. غير نوار ها هي البلاك سوب. تبارك الله عليك. المهم هذه غتعوض لكم بين ما جاب لكم ديزار. هذه بلاصه ديزار شي حاجه واعره اختيمونه هذه. تبارك الله عليك. الثمن حاليا ما باقي ما بارطاجاها ما حال. تبارك الله عليك. والصباق ما شاء الله كاينه في الانترنت حاليا. كاينه في الانترنت كتباع بالثمن. كتباع 199 درهم. حنا تعبر جبناها درنا لها 79 درهم. تبارك الله عليك. 79 درهم وراه كتدي حيت كتستعمليها فقط في الوقيته ديال الشيب. مده غديك مده عام تقريبا. تبارك الله عليك. واللي عنده اللحيه عنده الشيب في اللحيه ياك درت اللحيه سهله سهله. تبارك الله عليك. طريقه عمليه زوينه سهله. ما قال يديك غيطبعوا ما قال حتى حاجه. حيت هذه بلا ليكات قلتي لي بلا والو. تبارك الله عليك. المهم ها هي قلنا 79 ياك 79 درهم. نشوفوا واحد برودوي ثاني. خطير خطير ديال بصح. انا بارطاجيته في انستغرام بعت فيه على الاقل واحد 600 بيعه ما شاء الله. هذا شتو شتو هذا هو سمايليو واضحين ختمونا. هذا ما كاينش في شي محل. هذا راه كاين في الانترنت اللي كيتباع بالاثمنه راه اثمنه. انت دير لي ماك اخويا زدتين غير باش الناس يبغوا يديروا كابتشور ديكرون. ها هو ها كتشوفي الباكاجينغ ديالو كيفاش داير. شوفي ختمونا الريحه عاد نهضروا عليه شنو كيدير. هذا الريحه ديال 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 لي بونبون ديال الفانيد. هذا شنو كيدير ختمونا؟ هذا كيديريه على سنانك بحال هكذا ديري البغوصاده وتغسلي. يعني هذا كيبيض سنان. كيبيض سنان في الاستعمال الاول غيعطيك غيعطيك نتيجه في الاستعمال الاول. تبارك الله عليك. البار غيعطيك نتيجه غيخليك حتى فمك غيخليك واحد النكهه حيت فيه رويحه واعره. واحد غيخليك فمك فخيش نفس غيعطيك نفس منعش. واعر ديال بصح. تبارك الله عليك. الثمن ديالو خيالي درناه. هذا راه قلت لك راه باقي ما كاينش هادشي واحد. اول مره نشوفه صراحه. ديالنا حاليا هذا راه ما كاينش هادشي واحد. هما واحد البارفاتي غنبارطاجيها معك دابا. هذا 49 درهم. تبارك الله عليك. 49 درهم. ها انتم ثمن خيالي. تبارك الله عليك. سارعوا البنات الارسال كاين في كازا في جميع مدن المغرب. الدفع عند الاستلام كازا 20 درهم خارج كازا 30 درهم. فين غنمشيو ثاني؟ غنمشيو ختمونا لواحد الريحه. واحد الريحه على العشق ديالي. واش هي اللي ما فاش جيت شميتها؟ عرفتي واحد الريحه فاش دخلت عنده المحل. باش نقول لك شنو فيها؟ اش فيها؟ فيها جوج قراعات. كيشوفها جوج قراعات. اها وحده بالعود كونسونطري 100% اها 100% عود. اها وحده اخرى بمسك الليل كونسونطري 100%. تبارك الله عليك. اللي ديال هاد الوقيته ديال الخريف والشتاء. ها هي لارا كيف ما كيبان لكم. هي هذه. عاد تشوفي ختمونا. فوالا حنا نحلوها دابا. شوفي هي بارفا كيفاش. واو دابا هذا كيمشي ديو كيمشيو جوج. ديو ثمن خيالي. ها هي الا لاحظتي عود. عود وهذه غلون دو نوي ولا غالون دو نوي غالون ياك. نرشو. شوفي هي شمي الريحه. واو هذه شحال غزاله هذه. شوفي حنا ما نجيبوش لي مختمونه شي حاجه اللي غنجيبو لهم شي حاجه فائقه الخيال. هاتي قلي في الجهه الاخرى. غنجيبو لهم شي حاجه غتشمي العود. عود. غتشمي العود. عود. قلت لك كونسونطري 100%. ها انتوما كيف ما قال لكم وحده عود وحده مسك. تبارك الله عليك. هذه راه ما يمكنش اختي. وملي كيبغوا الريحه تقاسحين. هذه نضمن نضمن لهم التبات لمده 3 ايام. هذه الا الا شوفي ختمونه هذه ترش في حوايجها. الا فقط النهار الاخر هزت هزت هذاك الثوب اللي كانت لابسه وما شماتش فيه الريحه تهزت رد عليه. تبارك الله عليك. نضمن لهم التبات. ولكن عرفتي ريحه العود كي دايره خويا زدين. كانت خياليه راه قلت لك شي حاجه خياليه. تبارك الله عليك. شحال هذه اختي بروجي واعر وشي حاجه اللي خطيره ديال بصح. تبارك الله. يعني هذا ما غيلقاوه حتى بلاصه ديالكم. غيلقاوه في بلاصه اخرى. فين؟ في الانترنت. وغتلقاوه في اقامات ناديه في المعرض ديال سيمو ابو الفضل في الفرع الثاني ديال عز الدين مكياج. هذا البروجي ديالي انا وصاحبي. صاحبي راه عنده طريقه هذيك. تبارك الله عليك. انا راه عندي طريقه ما شاء الله عليك. هانتوما اللي بغاو يديروا كابتشور ديكرون فوالا كتاخذوا جوج وحده مسك وحده عود ولكن بجوجهم قاسحين. بجوجهم كيمشوا بجوج في الباكي. اللي خارج كازا غتوصل بهذا الباكي واللي داخل كازا غتجي غتحل غتشم وغتاخذها. تبارك الله عليك. الثمن ديالها حاولت نديرها انا ثمن خيالي لان الثمن اللي غنبيع فيه انا في الاوفلاين ماشي هو الاونلاين. صح. الثمن باش نبيعها ب 79 درهم. لي دو 79 درهم. تبارك الله عليك. 79 وغيجربوها ما غيندموش عليها. برودوي واعر بافا خطيره ما كاينش هادشي واحد. ولكن والله حتى غزاله. لا ما كاينش الكول. هذه اللي غنضمن لكم انا. انا كنشم البنات كنخليها تبرد. ابار واحد حاجه حنا على لانكول. لانكول راه حيدنا منها لانكول. راه كاينه واحد النسبه طائبه لا حيت كاين دي بارفان اللي ملي كتشم اول ريحه كتعطيك كتضربك لانكول. فوالا شي حاجه قلت لهم انايا هذيك القضيه ما كايناش. هادشي علاش باغي نشرح لك على لانكول. حنا اول حاجه البروجي ملي حطينا النهار الاول راه حطيناها على بارفان الحوايج والشعر. فهمتي؟ الا لاحظتي راه حنا راه دابا راه ممكن ديرها في شعرها. راه مكتوبه كاتبين بارفان بور شوفو. ها انتوما شفتوا
و اير بيرفيوم يعني كنقدر نديرو انايا في يعني الحميه هكا والحوايج ممكن نديرو لشعرك تبارك الله عليك. لانكول ما خدمناش عليها برودوي واعر وشي حاجه اللي خطيره وحتى الثمن زوين صراحه كتاخذو جوج وتقريبا شحال فيها من امل؟ فيها تقريبا والله ما عقلت حيت كبيبره ماشي قريعه صغيره كبيبره ها انتم فيها 50 امل 50 امل بجوجهم قلنا تسعود و70 درهم ثمن خيالي تبارك الله عليك. شوف اختي منى واحد هذه بالنسبه لهذه راه كاينه في 400 بياسه هي اللي جات اليوم هذه ديال ديال سمايليو 400 بياسه هي اللي جات اليوم ما عرفناش واش تضمن لنا السبت الحد ولا ما ضمنش لنا السبت المهم اللي ما استفدتش تقدر تعاود ترجع تعاود تبارك الله عليك شيكلا شيكلا ما دخلتش عليه فيها كونتيتي كثيره شوفي لي اللون اللي جاو فيها نعطيك اللون الاول هو هذا شو البيش هذا البيش كيبان داك الشيء مزيان اه كيبان هذا اللون الاول نعطيك اللون الثاني المغلوق عليه اها بحال بحال غادي على اورانج اللون الثالث هو غيفيكسي خويا عز الدين ايدو غتشوفوا معايا بحال غادي ليكم من المفتوح المغلوق نعطيك اللون الرابع شوفي لي اللوينات ها انتم دابا غنوريهم لكم ها انتم المفتوح البيش بحال الويميني والمغلوق شويه غادي على غوز تبارك الله عليك هذا كيدار ها انتم نوريكم بحال هكا كيدار فغاجو هكا الحنيكات بغيتني لكم هكا باش يبان لكم اكثر شوفوا معايا شتو وكاين بعض السيدات اللي ممكن يديروا فغابو بيغ كيف ما بغيتي شتو غزالي متوفر في ربعه ديال اللوينات المميز اللي في هذا لو برودوي هذا ان السيدات مثلا اللي كينشف ليهم وجههم ما كيبغوش يديروا مثلا الفراجو كنقولوا حنايا بودغ باش ما يزيدش مثلا يشف ليهم في وجههم هذا كيجي ليكيد يعني كيعطيك حتى ديك اللمعه شتو البنات كيعطيكم اللمعه تبارك الله عليك ربعه ديال لي كولور والثمن ديالو شحال كيبقى ديالو 25 درهم واعر 25 درهم 25 درهم شوف الفينيد هذا سكراب المعلوم اللي كان عليه اقبال ديال بصح واو شوفوا معايا كرات هكا مقشرين شوفي ربعة الالوان ثمن خيالي 25 درهم 25 درهم لابواط 25 درهم لابواط في كل غسله كتاخذي وحيده هذه اختي منى خدمنا على جوج حوايج لا الاولى الاول اللي كان كيعقد الناس شويه فخصك تخلي دقيقه في الماء كترطابت هذه ممكن انك تشديها بحال هكا تلقي الروبيني واحد شوي تشدي الروبيني وتشديها ديرها في يدك كتولي وكتقشري بها الجسم ديالك كامل هي في الملحه ديال الماء غتلقاها حرشه بحال ذاك تبارك الله عليك حرشه غتقومي بها لو كور ديالك كامل شي حاجه زوينه وهي الرويحه الرويحه خطيره بدي هذه اللي شديت انا الصفيفره كاين ربعه ياك كاين ربعه كيف ما كيبان لكم الثمن قلنا الثمن خيالي 25 25 درهم هذا درهم فيها كونتيتي كثير بيبي باودر سكراب تبارك الله عليك هاك اختي مو البيوتي بلاندر هذا الباكي المعلومه اللي كنا هضرنا اللي كانت عجبتني وخرج بلي وحيده هاي عاوجات هذه كنبقى فيها الحال ديك المره لان صراحه عمليه كتجي كيف ما كيبان لكم بواتشي شوف هذا اللوين ها انتم شوف هذا اللوين شوف ها انتم البنات انا حليتها لكم شوفوا معايا كتجي فيها هذه البونجه هذه شوفوا التفاصيل كي دايره هذه ديال لي كوان هكا ديال العوينات والقنيتات جوج ديال بيوتي بلاندر وعاد فيها هذه كيف ما كيبان لكم الشيته ديال الفراجو عريضه ورطيطبه خطيره 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 غير النهار الاول من جبتها كلشي كاع حماقه ولكن هذيك المره كانت حمقات ها هي جات دابا البنات وباش زوينه بالبواتي ديالها كتبقى مجموعه يعني ما كيتوضروش ليك شوفوا الكميه تبارك الله شوفوا الكميه اللي جات فيها الثمن ديالها شحال 20 درهم كتاخذوا 5 لي زارتيكل ب 20 درهم برودوي هذا راه يسمحوا لنا الناس اللي جاوا ما لقاوش هذه الايام الاخرى راه دابا عاد جا هذا الجليسيرين والجلوسيليد والكولاجين ولعاب الحلزون ثلاثه في واحد هادو كيتخدموا غير اليدين والرجلين هذا واعر 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 وهذه ما كنتش كنقولها لكم تنقول لكم اللي يجي هذا ما تخليهوش دابا جا هذا وجا اللي فيه الريحه ديال اميرات العرب ونفس الثمن ياك نفس الثمن ديالهم بجوج شحال 20 درهم 20 درهم 25 20 درهم 20 درهم بالكولاجين نعم. اها غنشوفوا واحد الاله ديال ازاله الشعر اها هذه اله ازاله الشعر بلاولي هذه جديده عاد جات جديده اول مره واعره هذه كتجي بحال هكا صغيره كتهزها معاك في الصاك شو الديزاين كيدير باش ندير لكم هكا ما كتبانش هزها معاك في الصاك شو كي دايره هانت لا ما تسمعش مع الصباع اللي كاين شتيها وكتحيد كتمحي جربتها البارح حيت هذيك الاولى هذه غير ديال الدوفي هذه غير ديال الدوفي حيت فيها الرويصات صغار هذه كيف ما كيبان لكم الراس غليظ كتليق لكم اليدين والرجلين والوجه وشوفوا الكميه شوفوا ما شاء الله الكميه اللي فيها كاينه في العدد في العدد الثمن ديالها قلنا 59 درهم 59 درهم فيمكن هاد جوج الالوان جوج الالوان ها انتم البيض والغوز اها شوفوا منى في اطار اللي هضرنا معاك عليه ديال الكارانتي نشوف واحد مثلا روان ستيب اها هاي الثاني وان ستيب 1200 واتو كارانتي هاد الجولد راه كنت قلتها لك اول ما لونسيتها انا اللي لونسيتها في الانترنت وشحال هادي راه تقريبا شحال عامين كان ديالي انا دابا شي وحدين اخرين نقلوها وجابوها في السوق في درب عمر فهمتي كنهضر لك على درب عمر اها في درب عمر حاليا باش
شي ما نقدرش نكذب عليك، انا كنبيع حاجه غارانتي. هذوك الناس هادشي بانوك يعني ديجا كاين اللي كيقول راه غارانتي ملي كتجيب لي كليان ما كياخذهاش، فهمتي؟ ملي انت ديجا كنتي كتعطينا فيها 6 موا غارانتي، حيت انا ديك النهار كنت كنقول غارانتي لان عارف الدوغي غير ديالي انا، ما كايناش عند واحد. فهمتك. الا جابتها واحد الكليان واخا انا ما كنعرفهاش غنعرفها بان ديالي هذاك البرودوي. دابا لا، دابا لا كثر هذا البرودوي حاليا اللي درنا اليوم، اي وحده خدات عندي راه غتاخذ غارانتي ديال عام. تبارك الله، عام هاي 1 يير كيف ما كيبان لكم، شو عندكم فيها عام ديال لا غارونتي، ولكن هذه اللي بالنواغ والدوغي. تبارك الله عليك، راه عز ديال المكياج كتبان لكم. اي وحده خداتها عندي راه عندها ضمانه ديال عام. تبارك الله عليك. ضمانه ديال سنه. جيبها لي بحال هكا غنبدلها غنشونجي عليها. ما شاء الله عليك، دي أول مرة هذه القضية هذه. راه غارونتي. هاي الوان ستيب والثمن. الثمن 120 درهم. بقات بلو ميم بخي 120 درهم، ذاك لو بخي كانت غا بروموسيون هي بقات به. فوالا، عندنا هذه حتى هي. كاينة وحدة كتباع ب 100 درهم. كاينه 90 درهم، كاينه شوفي اختي منى كاينه الوان ستيب ب 60 درهم، ما نكذبوش كاينه ب 60 درهم، ولكن راه ملي غتخسر لك الزياره الداري وشوفي شنو يشد. تبارك الله عليك. ماشي 60 درهم ولا 70 درهم ولا 80 درهم، انا كنبيع لك برودوي اللي تبارك الله، الا وقعت فيه اي حاجه وهذا كتلقاي عند من تمشي. مشكل اري عليا انا شي وحده تكتب دابا تعليق لا مشات ردت لي شي حاجه وما خديتهاش. تبارك الله عليك، لا كيقولها في التعليق صراحه. جبنا اليوم البلاك ديال لافابور الاوريجينال. تبارك الله، اوريجينال ديال السيراميك، هذه اوريجينال ديالها. وغتاخذ فيها الكارونتي. اي مشكل ديالي عام زدين ماكياج كيف ما كيبان لكم، عندكم عام ديال لا كارونتي ديال الكارونتي. اي مشكل غتجيبها لي هذه، قلنا اختي منى ديال السيراميك فوالا لي سور، الناس اللي كيبغوا هكا سيراميك اليسيو الشعر ديالهم بالبخار بلا فابور. هذه بالبخار. بالبخار. تبارك الله، هذه شوفي الشكل ديالها كيفاش كتجي. شوف هانت شوف شعره ما كطيح ما تضيعش، شتي كتعمر هنا في الماء صافي وكتخدمي بها هنا رفع درجات الحراره كلهم. تبارك الله، هذه راه كيخدموا بها لي صالون، باش نقول لكم هذه راه بروفيسيونيل، يعني لي صالون كبار كيخدموا بها. ها انتم هاي الداخل شتو تا 450. تبارك الله عليك، يعني الدرجات ديال السخونيه اوريجينال. هذه الثمن ديالها اختي منى درنا لها 280 درهم. 280 درهم لا كارونتي عام. كارونتي عام، انا عاطينها لك كارونتي عام. اي تبارك الله عليك، يوقع لك فيها غتجيبيها. تبارك الله عليك، واخا ما غيوقع فيها هذه حتى مشكل، راه واعره اوريجينال. اي مشكل وقع لك بامكانك تردها لينا. تبارك الله على السي عز الدين. هذه هذه اطار البلاك نجيو لهم هذا البلاك الثاني ديال سونار، هذه هي راه واعره. هذه شنو كدير الشعر؟ بانت لي فيها واحد واحد لو ديتاي في الشكل هنايا. انت شوف وكنعتذر مره اخرى حيت القصر حنا كنصوروا بالجمعه وما الجمعه كيديروا الاصلاح. هذاك الشيء علاش قلنا لهم غنسدوا مكازا. ان شاء الله تعالى في القريب باذن الله. كامل انت شوف كتبلاكي كتخلي الشعر مدرج. مدرج تبارك الله عليك. واعره الثمن ديالها درنا لها ثمن خيالي حتى هي. شحال؟ درنا لها 150 درهم. 150 درهم. وكارونتي. حتى هي عام. كارونتي عام. تبارك الله عليك. حتى هي عام ديال لا كارونتي. عام ديال الكارونتي، أي مشكل ديالي. فوالا، هذه إلا بغيتي الشعر ليس، هذه إلا بغيتي الشعر فيه تدرجات، 150 درهم. جبنا لهم واحد الشكل ذوك البنات كيكونوا خدامين وهكا باش كيبغوا يمسطوا شعرهم وهكا ما كيبقاوش فاش يمسطوا شعرهم. هذا ديال الصاك هذا. إيوا هذا وشوف. واو لأول مرة. تبارك الله عليك. كيفما انت في الدار غتشارجي تليفونك باش غيديك هذاك النهار ديال الخدمه غديري حتى هذه في الشارج باش غديك حتى النهار ديال الخدمه. صوتو اللي كتبقى مسكينه من 8 الصباح حتى 6 العشيه. شتي هي هذه راه في صاكك، هذه راه صغيوره راه ما تبارك الله. كيفاش كتستخدم وريني كيفاش. مني تبغي تخدمي بها غتجبديها بحال هكا هذه من كتشارجا غتخدمها بحال هكا كتسخن وكتمشطي بها شعرك. كتمشطي بها شعرك. بغيتي تبوكلي راه غدوريها. طلقي السوالف وما شتيها. تبارك الله على خويا الزين. ديما الجديد. ها؟ تخبيها تخبيها. ديال الصاك هذه ها انتوما شوف. ديال الصاك ومني تجبدها من الصاك تجبدها من الصاك بحال هكا دير لها هكذا ردي هذا الصاك. وهزها هي في يدك وسيري حدا المرايا. تبارك الله. واحد ما شافك ها ديري لها بحال هكذا واحد ما شافك. تخشيها غير في الجيب ولا هذا عرفتي. سخونه وتمشطي واعره. ما شاء الله عليك. واعر الثمن ديالها درنا لها ثمن واعر. شحال؟ شوف الكابل ديالها راه باينه. ها انتوما كتشارجا. شوف الكابل ديالها باينه واعر. والله الا زوينه هذا الشوشوار ديال الصاك. الثمن ديالها درنا ولا مشطات الصاك. درنا لها واحد الثمن خيالي. شحال هو 80 درهم. 80 درهم فقط. 80 درهم. وتا هي واش في لا كارونتي؟ هي كارونتي. تا هي في لا كارونتي البنات، اشنو بغيتو؟
البلاستيك هذه هي اللي الدواء عندي راه كارانت. ها انتم شوفوا اللوان، عندنا هذاك الكاكي وعندنا هذا الغوز هذا 80 درهم فقط البنات. واعر افكار جديده، افكار جديده كتلاحظوا يعني التنوع ما شاء الله، ماشي اللي عند هذا المحل كتلقاو عند هذا المحل، عند هذا المحل عنده لي برودوي وعنده حتى لي ماشين ديالك تبارك الله. حاجه اختي منى في العالم ما كاينش يبيع عليهم 25 درهم، هي اله ديال لاستيك ديال تبارك الله عليك. ديك المره جبتي لهم كبيره دابا الصغيره 25 درهم، ما كاينش اللي يبيع عليهم 25 درهم. ها هي تبارك الله عليك، تحدى شي واحد يبيعها ب 25. هذه ديال لي كارتوش كتشارج بالضو، الناس اللي غتوصل مرة كيوصلهم الخيط لداخل تبارك الله عليك. 25 درهم قلنا، 25 درهم صدقوا او لا تصدقوا. سارعوا، ها انتم كل حاجه كنهضروا راه فيها ما شاء الله الكميه، لا كاينه كوانتيتي كثيره في العدد ديال بصح. شنو هذاك اخويا زدي؟ 25 درهم ما صحش صح، كتصحابو ميزان. لا ميزان الحراره. واو ودير لكم هنايا كل بحال دابا العوينات، الرقبه، الراس، واو هذا ما صافش هذا خويا زين بحال هكا وكيبدا يدير كيبدا كيضرب بالضو. هذا فيه الضو انت لا لا يد وحده ما غيضربكش الضو، صدور الدم تحطي يدك بجوج غير عندك. لا خصك تحطي يدك بجوج، لا ما يضربكش ما يضربك، خصك تحطي يدك بجوج باش تخدم. لا ماشي باش تخدم، هي فيها هذاك البرو هذاك الضو، ولكن انفا غتحطيها هكا ما غيضركش، ولكن مشيتي تحطيتي يدك بجوج كيدور كيكونسوم كيدور في الدم، فهمتي؟ تبارك الله تبارك الله عليك. المهم هذا هذه واعره، كتحطي رجلاتك كتخدمها بحال هكا وكتختاري النيفو اللي بغيتي، بحال مثلا بغيتي مساج هذا هو المساج، كتبركي على مساج مساج كديري مساج كتزيدي حتى 19 تخليها في 19 17 18 19 وخليها في رجلي تبارك الله. بغيتي تنقصي كاين الميديوم يعني الوسط تبارك الله عليك. الثمن ديالها ثمن خيالي تاعي، هذه شحال كيبيعوا لهم؟ كيبيعوا لهم 200 درهم 300 درهم 50، هذه غندور لها 89 درهم تبارك. اول مره كنشوفها ها هي 89 درهم، ها هي ديال الماساج تبارك الله عليك، ها هي 89 درهم ماساجر كيف ما كيبان لكم، يعني اله ديال الماساج الخاصه بالرجليات، ولكن هي راه كدير لك الماساج الجسم كامل حيت فيها نقط كيف ما كيبان لكم خاصه بالكور كامل. هذا الصغير صغير ولكن راه حيت كنت كنصور عند خويا رشيد هذا الكبير، هذا راه الصغير هذا الصغير ديالو. ها انتم انا غنبعد باش يبان لكم، شوف كيتهز ها انتم تبارك الله ما شاء الله. شوف الناس اللي عندهم لي كوباتور مثلا ظهرك كيضرك كتفك رجليك لي مولي واعر هذا ظهرك صراحه واعر واعر ظهرك عاودت شحال من راه يضرني ظهري وفيه الشكال كلهم وكيتشارجا فيه جوج ثلاثه اربعه الريوس فيه اربعه الريوس هذا ها انتم هالشارجور ديالو كيتشارجا في كونتيتي كثيره هذا باش عجبني حتى الحجم ديالو صغير هذا البيستولي هذا غير واعر زوين حتى في السفر ساهل في الغونجمون ساهل بالنسبه لهذا هذا ما فيهش الصغير ولا الكبير نفس الدور اللي غيديروا الكبير غيديروا الصغير بيان سو غير قلت لك دابا هذا مثلا الناس اللي كيكون عندهم مثلا حتى اسباس صغير فين يغونجي ولا كيسافروا بزاف ما راه نورمالمون نفس الدور اللي كيدير الكبير راه كيدير الصغير الثمن ديالو شحال 149 درهم فيه لا كارونتي كارونتي تبارك الله عليك 149 درهم وافيك كارونتي شنو كاين الجديد عاوتاني سي الدين واحد البرودوي برودوي الخيال العلمي، برودوي ديال التجاعيد. ديال التجاعيد. كيفاش هذا ديال التجاعيد؟ كيجي بحال شكل مرطب ديال الفم، هو بحال شكل مرطب ديال الفم كيطلع. وغدوزيه بحال هكا على البلاصة اللي فيها التجاعيد. كتخليه واحد ساعة ونص حتى لساعتين. كتغسليه. كتغسليه كتلاحظي الفرق. هذا برودوي أصل ديالو كوري. يعني ماشي كيخبي كيعالج. كيعالج شي حاجة. هو بحال اختي منى بحال دابا كيكونوا دوك لي غيد اللي كيكونوا محفورين هذوك لي غيد اللي كيكونوا محفورين كيحاول انه ينفخهم باش ما كيبقاش يبان التجاعيد فهمتي كيفاش بحال قلتي فيه كولاجين وفيه لاسيد هيلارونيك يعني دوك المواد اللي كينفخوا برودوي خطير ما غيلقاوش شي واحد غيكون جديد ها هو الا حمستي اصحابك كتقول لي زعما لي باتش دوك اللي كيجبدوا ولا ها هو سميتو ديرول برودوي واعر هذا شنو هو المصدر غير يسولوني الفيديو ديالو هذا اصله كوري كوريا ديال كوريا كنعرفوا حنايا لي برودوي ديال كوريا برودوي مصيب في كوريا تبارك الله عليك اونبالير معروفه كيتاونبالو في بلاد اخرى فهمت هذا برودوي كوري هو هذا تنقرب لكم باش تشوفوا معايا ملي غيحلوا لكم خويا الزين شتي كيدير اها كيكون بحال هكذا اها بحال ستيك كتحلي بحال قلت لك بحال ستيك نعطي بحال هكذا ها انتوما كديري بحال هكا صافي غير كتشوف راه كيبان لك تزير بحال هكا واحد اللمعه وكتخليه خليه مدة واحد ساعتين او ثلاثة سوايع وكتغسلو هو كيبدا يسخن واحد شويه في البشره واعر كيغوبيلبيها يعني كيعمر هذيك البلاصه نقدر نستعملو مثلا في جبهتي في محيط الفم جهه العينين صح
صح سي بوسيبل. برودوي واعر في سيمونا الا بغاو راه غيلقاو غير في الانترنيت راه ما يلقاوش في شي محل اخر. تبارك الله عليك. كتجيب لكم كتجيب لهم الغابره اخويا عز الدين. نقول لك اللي كاينه غتلقاو غير عندي. فريمون غابر هذا. غيلقاو غير عندي ما كاينش. ها انتم اللي بغات دير كابتور ديكرون ها هو كيف ما كيبان لكم والثمن شحال كيبقى؟ هذا الثمن ديالو في سيمونا غندير له ثمنكم. شحال؟ الثمن كيبقى ب 70 درهم. 70 درهم غير الاشاره انا قريته هذا راه كيتستخدم حتى الشفيف وايضا كيليق لجميع انواع البشره يعني كيف ما كانت البشره ديالك كيليق لك وكيعطيك ترطيب الى جانب انه هذوك لي غيد كيخففهم شويه كيعطيك حتى ترطيب سورتو في هذه الوقيته اللي كيتبدل فيها الجو وكتولي البشره ناشفه المهم كيليق حتى لي ليفغ الشنيف راه كيليق لهم الثمن قلنا مره اخرى 70 79 درهم ها اليوم هذا الفراجو هذا اللي بهذا السين هذا كيف ما كيبان لكم بلاش يعني فراجو بحال 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 كريمي بحال على شكل جل ها انتم شوفوا كيفاش كيجي داير انا حاول نقرب لكم غتسواتشي لنا شي لون ضروري ها انتم شوفوا ضروري ما نديرو ضروري ما نديرو ها انتم الباروك شوفوا معايا ماشي باش يبقى خويا في الوينات ها انتم ما تيجيش مشعشع عجبني تيبان طبيعي انتوما شوفوا معايا لي كولور اللي فيه الثمن ديالو شحال كيبقى هذا 10 10 ديال الدرهم فقط راه ممكن يتستعمل شوفوا البنات ممكن يتستعمل الحنيكات ممكن تستعمل الفم وممكن يتستعمل حتى فوق العينين هذا خطير هذا ديال الفوليم اللي كان كلشي كيطلبوا هو واجه اللي كاين ينفخ شفيف الفوليم هذا راه كلشي كان كيطلبوا لنا هو واجه شحال الثمن ديالو هذا بالضبط 20 درهم دقيقه كديري مده دقيقه كينفخ لك الشنيفات ديالك هذا راه ناضي الثمن ديالو 20 درهم 20 درهم هذا قلنا شحال 10 درهم قلنا 10 درهم الريحه ديال الشعر راه هي جات فيها الالوان كلهم فراجوات تشوفيها انت انتما انا غندير لكم بحال هكا نجي لكم لا نجي لهم من هنايا عندنا بعدا هاد لي باليت هادو كتخدم فيها كتخدم هايلايت هادي وفراجو لي دو لي دو شحال الثمن ديالها 20 درهم 20 درهم هذه الكبيره اللي بغات الصغيره ديالها حتى هي 20 20 درهم شوفوا اللوينات راه كل وحده اللوينات اللي فيها في شوفوا معايا دا 6 20 درهم حتى هو كيبقى ب 20 درهم كاين بزاف كاين ما شاء الله التيمونه اللي كانت ما بقاتش هي عاود جات هي كانت ما بقاتش هي عاود جات شوفوا اللوينات اللي فيها الثمن ديالها كتبقى ب 40 درهم هذه 40 درهم واعره فات الكليتش حتى اللي بغات هذاك اللمعه كاينه متوفره فيها هذه شنو يا خويا زدين جوج في واحد هذيك ديال البودر ديال الحجبان جا بحال هذا الشكل هذا خصمونا كيدير 30 درهم 30 درهم كيجي بحال هذا السيل بحال هكا كيجي فيه بودر بحال هكا كيجي فيه جيل بحال هكا جوج في واحد جوج في واحد فيه النوار وفيه المار هانتوما النوار ومار دابا هاد الباكي فيه جوج زعما حتى اللي بغات تميكسي حتى اللي بغات تميكسي هانتوما وبالشيتا ديالهم شحال كيبقى لو باك ب 30 درهم هاو شوفوا معايا حتى اللي بغات تخلط ما بين النوار وما بين المارون باش كتخرج فواحد اللون كنقولوا حنايا ما مفتوح ما مغلوق راه زوينه هذه وهنا غنكون وصلنا لنهايه الجوله الخفيفه الظريفه ديالنا في جديد محل عز الدين مكياج مره اخرى المحل كاين في قصريه الزموري شارع عبد المؤمن درب غلف مدينه الدار البيضاء كيصدوا فقط غير يوم الجمعه اقرب محطه لهم هي محطه كليه الطب راه كيجيو هما في الشارع قصريه الزموري كنبغي نشكر سي عز الدين شكرا لك بزاف مرحبا بك وكنبغي نشكرو تانتي ونشكر كاع الناس اللي كيتبعونا وكيثقوا فينا تبارك الله عليك ان شاء الله الجديد ثاني السيمانه الجايه نعاود نجيبو المهم بارطاجينا معاهم داك الماكسيموم اللي كاين اليوم وان شاء الله السلعه اللي غتجي ثاني نعاودو نبارطاجيوها وديزار تاهو باذن الله تعالى المهم غيكونوا مفاجات شوف ما نبقاوش نقولو في الفيديو عرفتي علاش باش يصدقوا صافي ما تبقى نقولو حتى شي حاجه تطرا تبارك الله على السي عز الدين الارقام باش تواصلوا مع عمرها كتبان لكم على الشاشه عندهم ايكيب اللي مسؤوله على لا ليفغيزون يعني اي حاجه بغيتوها غير خلي لهم لي كابتور ديكرون ديال لي برودوي اللي بغيتو العنوان ورقم الهاتف ان شاء الله البنات غادي يتواصلوا معاكم راه كيخدموا من 9 الصباح حتى ل 8 ديال الليل يعني ما غيتواصلوش معاكم بالليل لان كيمشيو للدار تاهما يرتاحوا فغير الا ما جاوبوكمش في الليل غيصبروا الغد لي ان شاء الله غادي يجاوبوكم المحل الثاني ديال عز الدين مكياج كاين في المعرض ديال سيمو ابو الفضل اقامه ناديه في الروداني لي ميم زارتيكل و لي ميم بري فكنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون عجبتكم الا عجبتكم ما تبخلوش علينا لا جيم والبارطاج راه ما وريناش كلشي ما شاء الله كاين شوفوا معايا غير لي غلوس شوفوا معايا غير لي غلوس ما شاء الله الاشكال والانواع ديال لي غلوس الاقلام حتى هما ابتداء من 5 دراهم ها نتوما لي فاراجو شوفوا معايا ها نتوما شوفوا 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 ما شاء الله الايلاينر حتى هو داك ديال الشفايف كيف ما كيبان لكم بزاف ديال لي برودوي لي شامبو وبالنسبه لواحد المتابعه واحد المتابعه بقات كتوصلني تقريبا الاسبوع كامل كنلقى التعاليق ديالها على لا غام ديال البروتيين قالت لي بغيت ناخذ شي حاجه عند خويا عز الدين هو اللي كان تيق فيه غادي نقول لك ان تقريبا لو 25 25 في هذا الشهر عاد غادي تدخل لا غام انا يلاه سولت دابا خويا عز الدين وخويا نوفل
غيدخل العدد ان شاء الله باذن الله. غيدخل العدد يعني الناس اللي بغاو ديال البروتين. غيكفي ان شاء الله العام 2024 كامل ان شاء الله. ان شاء الله تعالى معايا انا خويا نوفل تو غتلقاو الرقم ديالو. فالناس اللي كانوا كيتسناو هذا الباك هذا والسيده اللي وصلتني في التعليق قالت لي سمعتي بودنيك يعني لو 25 ان شاء الله غتدخل لا جام كامله ديك الساعه جي واختاري اللي بغيتي. ولا كنتي بعيده راه غادي نصوروا لا فيديو وصيفطي لهم لي برودوي اللي بغيتي يوصلوك حتى لعندك وحتى كتوصلك السلعه عاد كتخلصيها. فكنشكركم مره اخرى على حسن المتابعه. ما تبخلوش هنا الا عجبكم لا فيديو بجيم جيم جيم وبارطاج. غنقول لكم بالسلامه ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.